تمتاز المسيحية عن أي دين بالحرية التي تمتعنا بها، وهذا ما يؤكد عليه بولس قائلا: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. فالمسيحية لا تقدم قوائم بالمحللات والمحرمات، لأنها لا تعلم بقداسة أو نجاسة المادة في حد ذاتها، بل تعلن صراحة: ليس شيء نجسا بذاته، كل شيء طاهر للطاهرين، كل الأشياء تحل لي. ولكن لكل حرية ضوابط، وإلا تحولت الحرية لعبودية. ولهذا يحذر بولس: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. ويؤكد الرسول بطرس على نفس الفكرة: كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. ولهذا قدم الكتاب المقدس ثلاثة ضوابط على الأقل تحدد مناسبة الشيء من عدمه، وعما إذا كان موافقا فعله أم لا. 1- لا يتسلط علي شيء. 2- أن لا يوضع للأخي أو للغير مصدمة أو معثرة. 3- من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة.